مرحبا، معكم المدرب رنا من معهد سبارتا. اليوم رح نشتغل على العضلة اللي هي عضلة الظهر. نقدر نسويها مع أوزان اللي هي بتكون ملائمة إلنا أو أي إشي موجود بالبيت اللي هو وزن إلايم إلنا. التمرين هو هيك، بناخذ فحشة صغيرة على جنب، بننزل شوي البطن يضل لجوا، الخصر لبرا، الإيدين بيكونوا بهاي الصورة وبنرفعهن لورا كأنه إحنا عم نعمل عملية تجذيف. أهم إشي مننتبه إنه ناخذ النفس صح. الظهر يضل صحيح بشكل صحيح ولقدام. إذا منحب نزيد الشغل على كمان عضلة، نصعب التمرين شوي، نقدر نعمل نضيف عضلة اللي هي عضلة الترايسبس اللي هي موجودة ولورا لقدام ولورا. هيك احنا ضفنا الشغل على كمان عضلة اللي هي موجودة، نعمل زي تمرينين، تمرين واحد. وما ننسى ناخذ نفس صحيح لحتى ما نتعب بالتمرين ونقدر نضاين فيه. طبعا العدية هي 3 مرات، مفروض تكون بين 10 ل 12 مرة. ما ننسى النفس طبعا. هاد التمرين اللي هو بيشتغل على عضلة الظهر مع ترايسبس العضلة اللي هي موجودة بالإيد من ورا. أهم إشي ما ننسى كمان مرة النفس. بتأمل أنا كنت استفدتوا معنا اليوم بهاي الحلقة. بتأمل إنه تجربوها بالبيت وتشتغلوا عليها، لأنه تمرين حلو وهوين وإنتوا بتكسبوا تمرينين بتمرين واحد. شكراً.